هنا مهندس وهناك طبيب، وفي ذلك المكان الشاعر والأديب، وترى المخترع والمبتكر وصانع الأعمال والوزير، وهناك أيضا قائد وغيرهم الكثير. وخلف كل هذا قصص لمعلم ناجح ناصح أمين. اسألوا التاريخ عمن غرسوا في الدوح زهرة، واسألوا عمن أضاءوا في فضاء الأرض فجرا. عند الغياب كأشواقها لهطول المطر، ويشتاق كالصبح عند البكور، ويرقب ميعادك المنتظر. أيا من تسامر كل الدروب وتحمل وعثاها في السفر، بكفيك أشعلت مصباحها وعبدت للسير كل الحفر. وعلمتنا كيف نحيا الحياة ونتلو بها محكمات الصور، وأهديتنا سيرة الأنبياء وعطرتنا عطرها المفتخر. وأهديتنا سيرة الأنبياء وعطرتنا عطرها المفتخر.